السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة كاميرا العيادي، معكم في هذا الفيديو لرصد الوضعية الوبائية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الخاصة بأقاليم جهة درعا تفيلات ليومه 27 أكتوبر 2020 إلى حدود الساعة 6 مساء. الحالات المستبعدة منذ ظهور الوباء 90,363 حالة، الحالات المؤكدة منذ ظهور الوباء 9,798 حالة، حالات الشفاء 8,985 حالة، الحالات قيد العلاج 606 الحالات، حالات الوفيات 207 الحالات. بالنسبة تقسيم حالات اليوم على حسب الأقاليم، إقليم ميدلت 1903 الحالات أي بزيادة 17 حالة في 24 ساعة الماضية، تشافت منها 1825 حالة أي بزيادة 12 حالة شفاء في 24 ساعة الماضية، توفت منها 31 حالة. إقليم الرشيدية 3647 حالة أي بزيادة 19 حالة في 24 ساعة الماضية، تشافت منها 3276 حالة أي بزيادة 31 حالة شفاء في 24 ساعة الماضية، توفت منها 82 حالة أي بزيادة حالتين الوفاة في 24 ساعة الماضية. إقليم تنغير 1269 حالة أي بزيادة 6 الحالات في 24 ساعة الماضية، تشافت منها 1102 الحالات، توفت منها 24 حالة. إقليم ورزازات 2060 حالة أي بزيادة 14 حالة في 24 ساعة الماضية، تشافت منها 1915 حالة أي بزيادة 18 حالة شفاء في 24 ساعة الماضية، توفت منها 47 حالة. إقليم زاكورا 919 حالة أي بزيادة 4 الحالات في 24 ساعة الماضية، تشافت منها 867 حالة أي بزيادة 11 حالة شفاء في 24 ساعة الماضية، توفت منها 23 حالة. الله يرحم جميع أموات المسلمين.